بطولات كثيرة جدا في السلة زي ما احنا شايفين، في الطايرة، في الهندبول، في الطفرة اللي كان بيتكلم عليها ناجي في البداية، قال لك انه مجلس الإدارة ابتدى من فترة. صحيح. كيف استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي ان هو يكون جيل مع جيل مع جيل مع جيل حتى يصل ان هو تقريبا ياخد كل حاجة في هذا الموسم؟ أكيد يا كابتن، يعني مع طبعا في ظل وجود كابتن خالد العوضي في النشاط أكيد طبعا الرياضي، يعني في النشاط الرياضي كان في تخطيط واضح وتخطيط ناجح من بداية الموسم يا كابتن. بس عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة يا كابتن. يبقى أنا اتكلمت عن 23 بطولة اللي حققهم النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي يعتبر النادي الوحيد الأكثر تتويجا بالبطولات هذا الموسم. الحاجة المهمة جدا في النادي الأهلي اللي شفناها في الموسم اللي فات وهنشوفها في الموسم اللي جاي، وهو الاعتماد على أولاده، العنصر الشباب. اما دي الحاجات اللي الناس عايزه تسمعها بقى. النادي الاهلي اعتمد في الموسم الماضي على عنصر الشباب، اعتمد على اولاده. النادي الاهلي عنده قطاع ناشئين وناشئات مميز جدا، في قدر النادي الاهلي ان هو يدعم الفرق. يعني يمكن النادي الاهلي لما بيدعم صفقات من بره بيدعم المراكز اللي هو محتاجها، لكن بيعتمد بشكل كبير جدا على اولاده. حتى في القطاعات او الشغل الاداري في النادي الاهلي كان موجود ولاده، يعني مودي الجرحي كان موجود في قطاع الناشئين والناشئات الموسم اللي فات، قدر ان هو يحقق العديد من البطولات او اكتسح يعتبر كل البطولات في كره السله. الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله، قبل يعني مش عايزين نتكلم في الموسم اللي جاي قبل ما نتكلم عن الموسم خلاص، بس الموسم ده اللي فات في عناصر برضو مميزه ولاد النادي الاهلي، وخاصه يا كابتن في كرة اليد. يعني كرة اليد يمكن كان في ناس كتير جدا زعلانة من كرة اليد رجال، وان هم بيقولوا ان الفرقة ممكن ما تكسبش. لا، النادي الاهلي قدر يحقق الدوري وقدر يحقق الكاس وقدر يحقق السوبر، وكنا قريبين من بطولة كاس الكؤوس. ودي الحاجة المهمة، ان النادي الاهلي اعتمد على الشباب الصغير الناشئين اللي كانت عنده، اللي هو هيبني بيها جيل في الفترة اللي جاية. فقدر النادي الاهلي يحقق 23 بطولة في الألعاب الجماعية، خسر 8 من 31. قدر ان هو يحقق في الألعاب الفردية، لو اتكلمنا عن الألعاب الفردية يا كابتن، فالنادي الأهلي محقق العديد من البطولات ومكتسح. فدايما النادي الأهلي كان موجود على كل منصات التتويج، وهو ده قدر النادي الأهلي يا كابتن، ان هو ما بيلعبش غير على المركز الأول، ودايما ما بيلعبش على غير البطولات، وجماهيره ما بتقبلش غير بالبطولات، وهو ده سر النجاح في النادي الاهلي. تغيير طبعا القيادات الفنيه او المدرسه الاسبانيه اللي كان الدكتور احمد ثابت اتكلم عنها، قدرت ان هي تنجح مع النادي الاهلي. يعني اجوست بصراحه هو انا مسميه الساحر، يعني جه مع النادي الاهلي اول موسم ليه قدر يحقق 5 بطولات، الموسم الثاني قدر يحقق 4 بطولات، ديفيد ديفيز اول موسم ليه مع النادي الاهلي يقدر يحقق الدوري والكاس. فده شغل واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، قدر إن هو مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر لكل الألعاب الجماعية والفردية من بداية الموسم علشان نشوف البطولات اللي احنا بنشوفها في النادي الأهلي دلوقتي.